واو القسم، والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء، فقسم الله عز وجل فأقسم وقال والليل، ثم قال والضحى، ثم قال والفجر، ثم قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالله يقسم بما شاء كيف ما شاء، والعاديات ضبحا، إلى غير ذلك من أنواع هذا النوع الذي هو استفتاح بالقسم في القرآن، وسوره كثيرة. وعادة هذا الاستفتاح بالقسم يكون في السور المكية، سورة الفجر اتفاقا سورة مكية. ما معنى سورة مكية؟ أهل العلم يختلفون في ذلك، لكن ما عليه العمدة كما قال القرطبي وغيره رحمة الله على الجميع أن المقصود بالسورة المكية هي كل ما نزل قبل الهجرة وإن كان خارج مكة، هذه كلها سور مكية. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام سورة الأحقاف، قال ربنا عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هذه نزلت في وادي نخلة والنبي في منصرفه من رحلة الطائف، نقول هذه سورة مكية وإن كان نزلت في وادي نخلة خارج مكة لكنها نزلت قبل الهجرة. إذن السورة المدنية بمفهوم المخالفة يكون كل ما نزل بعد الهجرة وإن كان خارج المدينة. فإذا مررنا على قول ربنا عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه السورة نزلت في الحديبية، والحديبية فين؟ في مكة، لكن نقول سورة مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة في العام السادس في ذي القعدة. قال ربنا عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نقول هذه مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة وإن كان خارج المدينة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك اليهودي لعمر سورة لو نزلت علينا أو آية لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دين، قال والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصوى. هذا ما كان يجب تحريره في هذه المقطع الحلقة الأولى والمجلس الأول لنا في خواطر 32، وتكلمنا عن أنواع الاستفتاح في القرآن ومررنا على هذا النوع الاستفتاح بالقسم في سورة الفجر. إن شاء الله في المجلس القادم نكمل ما بدأنا، هذا ما تيسر إراده وتوفر إعداده وأعان الله على ذكره، فإن كان خيرا صابا فمن الله عز وجل وحده، ومن كان دون ذلك من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.